اللي مفيش شك فيه الحقيقه واحنا بنتابع تصفيات كاس العالم في قاره افريقيا انه في فرق قدرت تقدم مستويات مبهره على مستوى الاداء وعلى مستوى الارقام، وكان منهم الحقيقه مش عايز اقول حصان اسود او عايز اقول مفاجاه المرحله الثانيه من التصفيات، لكن الحقيقه قدمت عروض في منتهى القوه وهو كلامي طبعا على منتخب مالي. خلينا نروح لمحمد مجاسوبة المدير الفني لمنتخب مالي اللي بيشرفنا ان هو يكون موجود معانا على شاشه النادي الاهلي في السادسه من خلال فيديو كونفرنس. طبعا بدايه لازم ارحب بيك، بشكرك على وجودك معانا والف مبروك طبعا تاهل منتخب مالي للمرحله الاخيره من تصفيات افريقيا لكاس العالم. بشكرك جزيلا، هذا شيء كبير لوجود تواجدي هنا على قناة الأهلي، أكبر فريق في أفريقيا. شكرا جزيلا. بداية إزاي شفت تأهل مالي كمنتخب من العشرة الكبار، وإيه هي فرص منتخب مالي من وجهة نظرك كمان في المواجهة الفاصلة والقادمة أمام أي من منتخبات أفريقية في تصفيات كأس العالم؟ في البداية شكرا لقناة الأهلي، وأنا بإني المدير الفني للمنتخب المالي، واللاعب أليو ديانج اللاعب الرائع الذي يلعب في النادي الأهلي. من حسن الحظ أن المنتخب المالي تأهل إلى المرحلة النهائية، وأنا أتمنى أن نستكمل المسيرة التي وصلنا لها حتى نحصل على الصعود، وهذا ما نبحث عنه. طيب، بمناسبة كلامك عن أليو ديانج واحد من النجوم المفضلين لجماهير النادي الأهلي، خليني أسألك على مستواه وعلى مدى إفادته للمنتخب المالي، ويهمني كمان أعرف رأيك الشخصي في تطور مستوى أليو ديانج في الموسمين الأخيرين. بالطبع أليو ديانج هو لاعب رائع منذ بدايته، هو يمتلك دائما تطور واضح على مستوى الصعيد البدني والفني، هو لاعب مميز وهذا ما يجعله لاعب أساسي في المنتخب المالي، ويمتلك جودة فنية كبيرة وجودة على المستوى البدني واضحة، فهو لاعب مميز ويمكن أن يلعب في أكثر من مكان، وطبعا هي عقليته هي ما تساعده على استكمال هذه المسيرة، ودائما يسعى للتقدم والتطور، ولهذا هو دائما مختار في القائمة الدولية، وبصراحة هو دائما يبذل مجهود كبير بطريقة صحيحة، ولهذا أتوقع له أنه سيتطور أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة. خليني أسألك عن رؤيتك الشخصية أو وجهة نظرك الشخصية في مستقبل أليو ديانج في ظل تألقه طبعا مع عملاق أفريقيا النادي الأهلي، وفي ظل تألقه أيضا مع منتخب مشاركته مع منتخب مالي. إيه النصيحة اللي ممكن توجهها لأليو ديانج فيما يتعلق بمستقبله والدوريات الأنسب من وجهة نظرك لاحتراف لاعب بقيمة أليو ديانج؟ أن تعلمون اليوم أن تكون لاعب كرة قدم محترف لازم أن تضع خطة للتطور وأن تفعل الكثير من المجهود من أجل الحصول على ما تبغاه، وهو لاعب استثنائي، ومن الواضح انه اثبت في تواجده داخل مجموعه كبيره من لاعبي النخبه في النادي الاهلي انه لاعب مميز، وهو ما يجعله قامه جيده جدا وما جعله ايضا مؤهل للعب في المنتخب المالي بطريقه اساسيه. اللي انا اقدر اقوله واشوفه بمناسبه أليو ديانج مستقبل كبير، لانه هو يطمح دائما في الافضل ويطمح في التطور،
لأنه قادر على اللعب في أي فريق في العالم. يعني أعتقد أن إمكانياته تعطيها القدرة على اللعب لأي فريق في العالم. يمتلك الأداء الفني المطلوب لمساعدة أي فريق، وهو قادر على التأقلم مع جميع الأنظمة والفرق، وهو ما أثبته مع النادي الأهلي والفريق المنتخب الوطني. صحيح. خليني أرجع مرة تانية للمنتخب المالي. يمكن خطوتين أو مباراتين بتفصل كل منتخب من المنتخبات العشرة عن حلم الوصول لكأس العالم وتمثيل قارة أفريقيا. إزاي هتستعد مع منتخب مالي للمواجهتين دول؟ وهل ليك تفضيل لمواجهة منتخب معين من المنتخبات الخمسة في أصحاب التصنيف الأول؟ ألو، pour reprendre cette question là. Permettez-moi quelques هل من الممكن أن تعيد السؤال من فضلك؟ بسألك عن المباراتين الأخيرتين أو المختلفتين. معانا مستر ماجاسوبا؟ طيب يبدو أنه في طبعا يعني مسيو ماجاسوبا. طيب مسيو ماجاسوبا، أنا كنت بسألك يعني الخطوتين الأخيرتين اللي بتفصل المنتخبات الإفريقية عن الحصول على تذكرة التأهل لكأس العالم، إزاي بتستعد ليهم مع منتخب مالي؟ نحن نعمل بجد ونتمنى أن نحن نكون ممثلين جيدين للقارة الإفريقية ونسعى أيضا للعب بأداء جيد في كأس الأمم الإفريقية. ونتمنى أن يساعدنا الحظ وأن يحالفنا الحظ من أجل الصعود، ولكن سنفعل ما وسعنا من مجهود. طيب حسب عشان وقتي، خليني أروح بسرعة على السؤال بعده. يعني حسب التصنيف الحالي للمنتخبات العشرة، أنت غالبا هتقابل واحد من خمس منتخبات: المغرب، الجزائر، تونس، السنغال أو نيجيريا. من يفضل محمد ماجاسوبا ملاقاته مع منتخب مالي؟ ليس لدي أي تفضيل لفريق معين، كلهم فرق قوية ومنتخبات قوية، وكلهم منتخبات دولية. يجب الاستعداد الجيد لمواجهة أيا كان الفريق الخصم، ضد أيا كان فريق. يجب البذل الجهد من أجل الصعود لكأس العالم، فهو يستحق فعلا البذل الجهد. طيب، وإذا طلبت رأيك في المنتخبات الخمسة الأقوى أو الأقدر والأقدر على تمثيل القارة الأفريقية في كأس العالم من وجهة نظر مسيو ماجاسوبا؟ من رأي وجهة نظري الفنية، أعتقد أن الأفضل موجودين هم الفرق الموجودة، هم الأفضل. ولكني بصراحة لا أستطيع أن أختار من الأفضل ومن الأفضل لتمثيل القارة. أعتقد أن العشرة المتأهلين هم قادرين على تمثيل القارة الإفريقية، ولكني ما أستطيع أن أقول أيا كان الفريق الفرق التي تكون متواجدة ستكون على قدر المسؤولية، ولكني ليس لدي فريق مفضل أو أرى أن الخمسة فرق معينين يستحق الصعود، ولكن في كل منتخب بين العشرة يستحق الصعود واللعب في الكأس العالم. طيب، بعيدا عن المنتخبات الخمسة، خليني أخذ وجهة نظرك في منتخب واحد إفريقي برضو شايف أنه ممكن يروح لبعيد أو عنده قدرة على أنه يوصل لأبعد مدى في منافسات كأس العالم القادمة. هل في منتخب إفريقي يصلح للمهمة دي من وجهة نظرك؟ أعتقد أن كل ممثلي قارة أفريقيا اليوم وصلوا لمستوى قادر على تمثيل القارة الإفريقية،
والظهور بمستوى يليق بحجم القارة. فأعتقد أن حتى خمس فرق من إفريقيا هذا قليل جدا للصعود واللعب في كأس العالم. أعتقد أن نحن وصلنا إلى مستوى يحق لنا ويحق لقائد أفريقيا أن يمثلنا أكثر من خمس فرق في كأس العالم. وأنا أرى أن من ضمن العشرة منتخبات المتواجدين أعتقد أن العشرة يستحقون التواجد وليست خمسة فقط. طيب مسيو ماجاسوبا، خليني أسألك على منتخب مالي والكرة اللي بيقدمها. يمكن كلهم أسماء مش من العيار التقيل، ما فيش أسماء زي نجوم مالي اللي قبل كده زي كانوتي مثلا أو زي سايدو كيتا، ومع ذلك قدرت مالي تقدم مستوى ومردود كويس جدا بمجموعة من اللاعبين الشباب. إزاي شايف فرصهم بداية بعيد عن كأس العالم في مثلا كأس أمم أفريقية في الكاميرون مع بداية 2022؟ تعلم جيدا أن مالي دائما ما تخرج لاعبين على مستوى عالي، وأول من حصل على الكرة الذهبية من المالي، ولاعبين دائما رائعين زي سيدو كيتا وعمر كانوتي، وبيلعبوا ولعبوا لأكبر أندية العالم ولبرشلونة ولأندية كبيرة. ولهذا دائما نمتلك النجوم الفريق، ولكن نحن لدينا دائما فريق حتى إذا كان لم يدنا نجوم بأسامي كبيرة، لاعبين على قدر المسؤولية. وأعتقد أن الفريق حتى الآن هذا قادر على تحقيق الكثير حتى إن لم يكن لديهم اسما لامع في أوروبا. وطبعا يوجد مرحلة أخرى، ونتمنى دائما بذل الجهد لنحقق ما نتمنى. مين من تشكيلة منتخب مالي الحالي ممكن تشوفهم إن هم يكونوا امتداد للأسماء الكبيرة، أو ممكن يكون عندهم القدرات والإمكانيات اللي تسمح لهم بتكرار تجربة لاعبي مالي الكبار زي كانوتي أو زي سايدو كيتا من لاعبي المنتخب المالي الحالي؟ كثير منهم. الو؟ وي مسيو جوست. الو؟ الو؟ يوجد الكثير من اللاعبين الذين يستطيعون ان يستمروا ويستكملوا مسيره سيدو كيتا. خليني اعرف منك برضو سؤالي الاخير مسيو ماجاسوبا، يمكن في خلال 48 ساعه وتحديدا يوم الاثنين الجاي هيبتدي تفتح التصويت على جائزه ذا بيست او الافضل في العالم، وبصفتك طبعا المدير الفني لمنتخب مالي هيكون ليك حق المشاركه، صوتك هيروح لمين؟ أنا طبعا سوف أختار لاعب إفريقي، ممكن جزائري أو من السنغال أو ممكن حارس مرمى، ولكن بصراحة لا يكون لدي لاعب واحد. محمد ماجاسوبا، ما تحطش محمد صلاح اللاعب المصري في اختياراتك؟ طبعا ده واضح، محمد صلاح هو النجم وممثل القارة الإفريقية، هو اللاعب رائع استثنائي، ولكن إذا اخترت لاعب جزائري سوف أختاره فقط لمستواهم الذي أدوه في كأس الأمم الإفريقية الماضية والأداء الواضح مع المنتخب. ولكن طبعا محمد صلاح يعني لاعب رائع وإنجازاته ما تحكي عنهم. ولذلك أفريقيا تمتلك العديد من اللاعبين المميزين الذين يستحقوا دائما في التواجد على منصات التتويج، محمد صلاح والعديد من اللاعبين. لو طلبت منك سؤالي الأخير أنك أنت تحط لي تشكيل من لاعبين أفارقة من وجهة نظر محمد ماجاسوبا منتخب إفريقيا قادر على المنافسة على لقب كأس العالم، تختار مين؟ بس
cette mutuelle est très très vicieuse parce que là c'est صعب جدا. يوجد كثير من التفاصيل. أفريقيا تمتلك العديد من النجوم من حراس المرمى من المدافعين والمهاجمين. نحن نستطيع اللعب بلاعبين عدة في جميع المراكز، لدينا مواهب في جميع المراكز، مدافعين رائعين ولاعبين على اكثر مستوى، اكثر من رائع. فاعتقد ان في الوقت الحالي نستطيع ان نفعل ان نلعب بطريقه لعب مختلفه كثيرا بناء على النجوم واللاعبين المتواجده في قاره افريقيا. نحن نمتلك مواهب واضحه، نمتلك مواهب واضحه في كل دول العالم، في كل فريق في العالم يوجد مواهب من افريقيا. صحيح، ومع ذلك يبقى حلم الفوز بلقب كاس العالم حلم بعيد. بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق في مشوارك مع منتخب مالي ومع نجمنا طبعا اليو زانج. محمد ماجاسوبا طبعا المدير الفني لمنتخب مالي قدم عروض اكثر من رائعه ومحترمه جدا تبشر الحقيقه بجيل جديد في الكره الملكيه.